وجد محمد الكربولي نفسه شجاعا؟ هذه المرحلة حقيقة ما كنت أظهر على الإعلام لأن كنت أكتفي في زملائي. حج محمد الكربولي هو من يدير وزارة الصناعة، صحيح هذا الكلام؟ طيب أنت رشحت دخلت الانتخابات، وجدت تغيير يعني من التجارة إلى لا إلى إلى السياسة، أو أنت كنت عاشق للسياسة؟ ما هو مشكلتنا مع السيد المالكي؟ ما هي مشكلة السنة مع السيد المالكي؟ مو المشكلة على الكرسي، أنا أريد الكرسي رئاسة الوزراء، لا، نحن نتكلم عن ملف الأمن والتفرد بالملف الأمني. ديوان وقف السكوت، شو رأيك؟ يعني مو يعني أنا اللي لاحظه على على أي أنا على رأيك الشخصي، رأيي مدى يقوم بالواجب مالته أبدا بكل الاتجاهات. ربما كتلة الحل تسعى لرئاسة الوقف السكوت. احنا علمانيين، احنا إسلاميين. قيس الخزعلي، كلمات. يعني رجل يعتبر مو هو، انت تتباوى على طائفته، هل هو بطائفته يعتبر بطل وقومي؟ الدولة السنية يعني حلم كل سني. انت تحلم بهذا؟ انا احلم عندما يكون فقرة مثل ما يقول الحفاظ على الشعب اهم، او الحفاظ على وحدة الشعب. يأتيكم في الأوقات التالية.